ويا مساء الخيرات على أجمل المتابعين متابعين شركة مجمع الشامل. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعنا لكم من جديد بتغطية جديدة ومميزة لمنتجات بانتظاركم، وأكيد راح تعجبكم. راح أصورها لكم اليوم بالتفصيل بسنابات الجاية. بس قبل أبدأ التغطية خلوني أذكركم بفروعنا 3960 شمال دوار الفلك، وفرعين خميس مشيط الخالدية وضيافة. ومن أكثر الأشكال طلبة لمبيعة من منظمات الثلاجة هذا الشكل الجميل صراحة، معاكم حق الشكل حلو، وحيكون معاه غطاء بلاستيك مع المسكة. طبعا هذا المرة ما راح أتكلم لكم عن فوائد منظمات الثلاجة، راح أخلي التعليق لكم. راح تكون تكفي 7 لتر، راح يكون في طبعا كلها راح تكون شفاف ما بين الغطاء الرمادي والوردي والوان التيفاني. هذا القسم الجميل الممتع أقدر أقول عليه صنع خصيصا بكل حب لعشاق القهوة. ما شاء الله هذه المرة دلعناكم آخر دلع، وفرنا لكم قسم كامل لجميع الأشكال والألوان من فنجين القهوة السيراميك بأكثر الألوان المطلوبة ما بين الأبيض الوردي الأسود. راح أصور لكم الحين أشكال بالتفصيل بالسنابات الجاية. وهذا الشكل صراحة يفوز، جامع لكم بين الأناقة وبين النعومة. شوفوا قد إيش شكله حلو. راح يكون في منه 4 ألوان ما بين الأبيض والوردي والأسود واللون الأخضر. شوفوا ايش وفرنا لكم من جديد. الكوب اللطيف هذا كوب قزاز بالحجم الوسط مع ارقام معيارية، ممكن تستخدمين للحليب للكورن فليكس وحتى للمشروبات الباردة. جزامة أحذية، راح ترتب الأحذية بشكل أنيق ومرتب، ألوانها زاهية سهلة التركيب وسعرها يا بلاش. أكيد نتكلم على هذه الجزامة الجميلة أو رفوف لتنظيم وتخزين الأحذية وأنتم بكرامة. إيش رأيكم فيها؟ طبعا هذه مو أول مرة نوفرها لكم، ما شاء الله عليها طلب. ممكن راح تكون بالحجم الوسط تحطين فيها الأحذية سواء أحذيتك أو أحذية أطفالك، سواء في الغرف وحتى في مداخل البيت. راح يكون في منها 3 ألوان، يعني اللي ما لحقت عليها تلحق عليها هذه المرة، صراحة جميلة جدا. ما راح تكون رف أو رفين، راح تكون 5 رفوف أو 5 أدوار، حجمها جدا مناسب. راح تأخذين كل قطعة بسعر 5.75 ريال. لعشاق الكيك، ايش رايكم بالسكاكين الجميله هذه؟ هذه المره وفرنا لكم ما شاء الله عده خيارات باشكال جدا فخمه وبالسعر المناسب. راح تاخذين كذا قطعتين ستانلس ستيل باكثر من شكل، كمان عندكم هذا الشكل راح يكون اكريليك، وراح تاخذين من قطعتين الى 3 قطع بسعر 5.75 ريال. الشامل دائما يحب يدلعكم فوق أسعاره الرخيصة.
قماش الشيفون الجميل هذا، ما راح تتخيلون العرض الخيالي والجبار اللي سويناه لعيونكم. راح تاخذوه ما شاء الله 3 متر من اي لون انتم حابينه بسعرنا الخيالي 5.75 ريال. اللي بالله عليكم في اكثر كذا دلع، شوفوا معي جمال الخامه، جمال الالوان، وكمان جمال العرض، يعني تلحق او ما تلحق. كمان الجديد من قسم القماش التشكيله الجميله هذه من القماش متعدد الاستخدامات، شايفين كيف تجيكم خامته، راح يكون داخل معاه ترتر. الترتر راح يكون ملون ما بين اللون الاخضر وما بين الفضي وما بين الذهبي، تفهمين في استخدامه سواء في تفصيل فساتين تفصيل تنانير بيطلع شكله اكيد جميل. راح تاخذين المتر الواحد بسعر 5 ريال. نكمل تغطيتنا من قسم القماش بالدور الثاني من المركز مع التشكيلة الجديدة اللي وفرناها لكم اليوم، قماش الشيفون الجميل هذا كل اليوم آخر دلع، وحتى حاليا في اليوم الوطني لا تشيلوا هم وفرنا لكم اللون الأخضر الجميل، والقماش هذا اللي شايفينه عليه عرض خيالي راح أقول لكم إياه بالسناب الجاية. نكمل مع بعض تغطيتنا اليوم من قسم التحف مع تشكيلة التحف الجميلة هذه واللي أكيد راح تعجبكم، راح تكون كذا سيراميك باللون الفخم اللون الذهبي، وفي المكاتب تفنين في استخدامها، وراح تأخذين كل قطعة بسعر 5.75 ريال. هلا ويا اهلا بالروائح الجميله والمنعشه في بيتنا من بعد اليوم مع معطر المنزل الجميل هذا، صدقيني بعد ما تشمي الروائح راح تحتاج من خارج المركز اللي هو معطر المفارش سعره خيالي، اما عندنا في الشامل راح تاخذينه بس بسعر 5.75 ريال. هذا فيهم راح تكون كلها بريحه الورد 400 ملي بثبات عالي، تستخدمينها كمعطر للجو او ممكن للمفارش، وانتم عارفين كم سعره راح يكون. ومن بعد اليوم ما في اي تعب عند المشي مع الوسادة السحرية هذه، وسادة سيليكون. طيب ايش الفائدة منها؟ راح تحطينها في الحذاء والكرامة او الشوز، الاشخاص اللي يعانون من الم في القدم او الاشخاص اللي مثلا يشتغلون لساعات طويلة راح تفيدهم كثير، تحطينها بكل سهولة في الشوز وراح تحمين قدمك وتحسين بالراحة، راح تكون سيليكون طرية جدا، وراح تاخذون كذا الزوج مع بعض يعني قطعتين بسعر 5 ريال، وراح تلقونها في قسم الاكسسوارات في الدور الثاني من المركز. الحنة من عاداتنا اللي ما نستغني عنها ابدا، عشان كذا وفرنا لك الالوان الجميله هذه من حنة اليد، سواء كنت تفضل الاسود الاحمر البني، صراحه هذا وقتها في اليوم الوطني، وراح تاخذين كل حبه بسعر 5.75 ريال. هلا شاركينا اللون اللي تحبينه سواء بني او احمر او اسود. لعشاق البوب كورن، متخيلين حتى البوب كورن صار تحضيره اسرع واسهل مع شركة مجمع الشامل، وفرنا لكم هذا البوب كورن اللذيذ اللي راح تحطينه في الميكروويف لمدة 3 دقائق، وراح يصير عندك وجبة جدا لذيذة من البوب كورن. في عندكم هنا نكهتين، وراح تاخذين بوكس كامل بسعر 5.75 ريال. هلا